السلام، مرحبا بكم الناس كل. اليوم جينا لكم منتوج جديد اللي هو سامسونج جالاكسي A13، باش نعلمكم كيفية وضع البصمة على هذا الهاتف. كما تشاهدوا، هاتف لا يحتوي على البصمة من الخلف، لكنه يحتوي على البصمة في مكان الفتح والإغلاق الباور. كما تشاهدوا، باهي، أول حاجة ندخلوا على الإعدادات بارامتر، ثم نبحث على كلمة سيكوريتي كما تشاهدوا. هنا عندنا بصمة الوجه، هنا عندنا بصمة الإصبع، نضغط على كلمة أومبخانت كما تشاهدوا، ثم نضغط كونتينيو. هنا يطلب مني بوضع رقم سري أو نمط شماء، نحطه على سبيل المثال موديل، ونعمله شماء على سبيل المثال، نجم نحطه اللي نحبه، ونضغط على سويفون. يطلب مني في المرحلة الثانية تأكيد الشكل اللي عملناه، نحطه ال مرة أخرى ونعمله تأكيد كونفيرماسيون. كما تشاهدوا، يطلب مني بوضع الإصبع على مكان البصمة، على مكان الباور، هنا كما تشاهدوا. نحاولوا باش نحطوا البصمة على الأماكن الكل، نحطوا الفوق اللوطة، على اليمين على اليسار، لين الفراغات الكل هذوما يتعباو كما تشاهدوا، لين تعمل 100%. تا وصلنا برسك النص، 70%. هلا تمت العملية بنجاح، تيرميني كونتينيو. ثم نغلق الهاتف ونجربه توا، باش نجربوا البصمة سريعة ولا لا. هلا كيما تشاهدوا، بصمة سريعة جدا، بصمة الإصبع. معنتها مش لازم تضغط زغطة قوية، جوست تحط الإصبع على مكان البصمة فقط وليس الضغط. نعود تكرار العملية، هلا كيما تشاهدوا، بصمة سريعة جدا، تخوش برشا وقت، بصمة ممتازة لجيل الهواتف من السامسونج. ونجمو نحطو بصمة ثانية إذا أردتم وضع بصمة ثانية أو ثالثة أو أكثر من البصمة. كيفاش نعملو؟ ندخلو على الإعدادات البارامتر كيف كيف، نلوجو على الكلمة سيكوريتي اللي دخلنا بها أول مرة، نمشيو الأومخانت، نحطو الشماع اللي حطيناه أول مرة، هنا نجيو ضغط على بلوس، إضافة بصمة ثانية. نحاولو باش نغيرو توا الإصبع، نحطو الإصبع الثاني، هنا كما تشاهدو. نحاول باش نحطه في الاماكن الكل الفارغه، لو عندي مكان هذا والمكان هذا، نحاول باش نركز عليهم، فوق فوق كما تشاهدوا، 73 76. هلا تمت العمليه بنجاح بسرعه زد. هلا نجربوا توا الاصبع رقم 2 تحل، والاصبع رقم 1 او البصمة رقم 1 او البصمة رقم 2. ولا عملية سهلة، ما تاخذوش برشا وقت. هي في العادة سامسونج تحط مكان البصمة من الخلف. في 2022 تم تغيير مكان البصمة في نفس الوقت، 2 في 1، منك تحل الهاتف منك تحل البصمة نتاعك. ولا اذا ما عجبتكمش الطريقة تحبوا تحطوا طريقة اخرى، نحبوا نفسخوها كيفية إلغاء البصمة. كيما نعطيكم الحل، نعطيكم الحل زادة باش نفسخوا البصمة من الهاتف. كيف كيف ندخلوا على البارامتر سيكوريتي اللي دخلنا له أول مرة. هنا عندي زوز بصمات كيما تشاهدوا مقيد، نجم نحطوا حتى أكثر من 5 بصمات. نعملوا النمط اللي دخلناه أول مرة، هنا عندي بصمة رقم 1 نعملولها فسخ، هنا بالأحمر فسخ،
وعندنا بصمة رقم 2، هنا نعمله فسخ بالأحمر، فسخ معاش عندنا حتى بصمة. نخرج توا نلقاو الشماء اللي حطيناه، معاش عندنا بصمة، معاش تمشي البصمة. تحبوا نكملوا نفسخوا الشماء، ندخلوا على البارامتر الإعدادات، إيكرون فيروياج، عندنا هنا الموديل اللي حطيناه أول مرة، نحطوا الشماء. وهنا نجيو الأخرانية بالكل، نضغط عليها لا شيء، ولا اوكي هاو. نخرج على رواحنا، معاش عندنا حتى شيء في الهيتو، رجع كيما أول مرة. ولا إن شاء الله تكون العملية عجبتكم، شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كلهم جديد. إلى اللقاء.